بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأخ دكتور عمر بركاش من جامعة الزوار وأستاذ جامعي في جامعة مسيلة هندسة ميكانيكية. نحن في شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الرحمة وشهر المغفرة، الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا يبين أن هذا الشهر شهر الرحمة، شهر القوة، شهر الاجتهاد في سبيل من أجل الخير، وشهر البذل قدر المستطاع لإعانة الفقراء والمساكين. وأنا كذلك رئيس جمعية طوافي الخير لرعاية الأرملة واليتيم، فرع عين طايا التابع للفرع الولائي للجزائر العاصمة. نحن بحمد الله تبارك وتعالى ثم بفضل المحسنين والإخوة الكرام في المكتب البلدي والمكتب الولائي، قمنا بعدة أعمال في هذا الشهر. وزعنا قفتين في بداية الشهر، قفة، وفي آخر الشهر قفة، واعتبر وصلت إلى 5000 دينار جزائري. والآن نحن في صدد القيام بتوزيع أموال، وكذلك بقيام بشراء ملابس للأطفال، وقد استطعنا أن نوفر لأكثر من 60 يتيم، بحيث منهم من اشترى ملابس كاملة والثياب، ومنهم من أخذ الأموال، وقد أخذنا بعض الأيتام لبوبرداس، رويبة، روى، عين طايا، برج البحري. وأخيرا نحن في نهاية هذا الشهر العظيم، ونسأل الله تبارك وتعالى الذي وفقنا أن نصل إلى هذا اليوم العظيم. وجميع المسلمين إن شاء الله نتمنى لهم، وخاصة أبناء بلدية عين طايا، نتمنى لهم عيد مبارك، وتقبل الله منا ومنكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذه الدنيا، وبارك الله فيكم.